الست اللي بتفضل طول الوقت مهددة انه هتجوز عليكي، والله لو ما عملتيش انا هطلع. بص، هل الطبيعي انها تفضل عايشة طول الوقت مهددة وتفضل يعني عينيها في وسط راسها وتفتش وراه وتشوف هو بيكلم مين، ولا المفروض تفضل ماشية في طريقها والثقة العمياء، وبيسموها عمياء لانه ساعات بتبقى بتاخد يعني بتتعمي عن حاجات ممكن تحصل. بالظبط. ايه الافضل؟ لانه هي طول ما هي عينيها في وسط راسها دي مش عيشه. هي كده مش عينيها في وسط راسها يا دعاء. هو الحقيقه ان كده بقى هو ماسك لها عصايه او ماسك لها خرزانه، لو ما عملتيش هضربك بالخرزانه، لو ما عملتيش هضربك بالخرزانه. عايزه اقول لك انه في حالات يا دعاء هو في الاخر حتى لما بيروح وبينفذ تجديد وبيتجوز بيرجع يقول لها انا غلطان وانا مش مرتاح وخلينا مع بعض، بس بيكون وقت فات، بيكون الوقت فات. وغالبا حتى انا دايما كنت اسمع من الكبار انه اللي عايز يعمل او اللي عايز يتجوز مش هيقولك، هو هيروح يتجوز على طول وفي بيقولوا وفي دلوقتي بيقول علشان ما يبقاش يقولك انا قلتلك وانتي اللي ما سمعتيش الكلام. لكن ده مش معناه ان اللي هو اتجوزها يخطفت رجاله خالص، بالعكس. يعني يمكن نقول رأي كده مخالف شوية للناس، انه احيانا كتير جدا بتكون الزوجة التانية دي مظلومة، يعني بيقع عليها ظلم، ده عايز حلقة تانية لوحده. لكن هل في ست نقول عليها خطفت رجالة؟ لا، هي بتخطفش كل الرجال، طيب هو راجل واحد. خطف الستات بقى، خلينا نقعد نقول خطف الستات كتير، لانه في رجاله بتدخل تخطف ست من على جوزها، طبعا وده من خبب امراه ده يعني ذنبه عظيم. بس فكره انه انا يعني جات لي مره رساله من ست صغيره في السن ثلاثينات ومتجوزه حد محترم جدا وكويس جدا وولادها بتوديهم التمارين، واللي خطف الستات بقى المدرب بتاع تمارين الولاد، بدأ يهتم بالولاد الأول ويقف هو المدرب. فهي بتقولي أصله بيهتم بالولاد، قلت لها ما هو المدرب دي شغلته بيقبض عليها فلوس. ففضل بدأت تقارن بين إنه جوزها ده ما بيجيش معاها، جوزها راجل مشغول بيشتغل شغلانة كويسة وما بيجيش معاها وما بيهتمش بالولاد، والولاد ما بيشوفش ولاده وهم بيتدربوا، كلام كده غريب. والتاني بدأ يملأ دماغها هو باباهم فين؟ هو انا ما بشوفوش معاكي خالص، هو سايبك على طول لوحدك. فبدأ يدخل لها من الحتة دي ويهزر ويعمل، فقالت لي غصب عني اتشديت، وبدأ يقول لها وانت هتفضلي مستحملة كده كتير. هي مبدئيا فتحت باب، يعني قلت لها بصي انت فتحتي باب تعاسه عظيم، انت داخله عليه بمنتهى السرعه، عارفه ما يجيب لك منتهى بطه السرعه كده بتجري. والسعاده. ايوه وهي بتجري فرحانه. ده باب تعاسه، لو انت متخيله ان انت فاتحه باب سعاده هتشوفي السعاده اللي ما شفتيهاش. اشك طبعا. ده مبدئيا كده يعني، ده انت رايحه لواحد مش ولا بد، سايبه المحترم الكمل ورايحه لواحد مش ولا بد هترمي كل عيشتك وحياتك وعيالك وكده، ولازم تفوقي انت يعني فكره انها تبقى واحده مؤدبه. هي بتقولي انا مش متخيله، انا ست بصلي وكويسه ومحترمه، ايه اللي يخلي واحده تفكر في راجل مثلا وهي متجوزه وهي المفروض انها متدينه وفاهمه كويس قوي ان هي ست محترمه ومتربيه واهلها مربينها وكل حاجه، فهي بتقول انا ندمانه من مجرد التفكير والبص عليه وان انا بحب اقعد معاه وان هو يملى دماغي وكده، ايه اللي يخليها تنزلق للانزلاق ده؟ طيب بصي يا دعاء، لو استبعدنا نوع محدد من انواع الاضطراب النفسي، طبعا مش عايزه اقول اسمه عشان ما يبقاش حجه كل الستات، لو استبعدنا ده لانه ده احيانا بيبقى اضطراب، فعندك كذا سبب اهمهم على الاطلاق ان هي ما عندهاش الثقه الكافيه بنفسها، ما عندهاش الحب الكافي لنفسها.